نظرن الطفله اللي جات فيها الالتهابات وخاصه عندها الاستحقاقات كلها غدوز في يوم واحد الجماعيه والجهويه والبرلمانيه. فانطلقنا من هذه الذكرى، انطلقنا من كون ان الكل سيتكلم، الحمله ستكون حمله شامله. اذا لاحظتوا الاخ الامين العام تكلم عن برنامج وطني، داخل برنامج وطني كان هناك اشياء اللي كتهم كل المنطقات والجهات المجتمعيه، ولكن هذا البرنامج الوطني بحد ذاته هو نتيجه لمنظور ايديولوجي لحزب الاستقلال، ولكن لمنظور عملي ميداني اللي قاموا به مناضلات ومناضلون من خلال اعداد برامج جهويه اللي جات بدورها لتنقيح البرنامج الوطني ولتقنيته بالعديد من البرامج. انا لن اعيد ما جاء على لسان الاخ الامين العام المحترم، اوي بوجود ان اتكلم عن كيفيه يعني اعداد هذا البرنامج الجهوي، ثم ما يخص هذه الجهه من عموميات، فاعطي كلمه الاخ يونس حفان اللي هو كذلك خبير كتعرفوا العلاقه ديالو والتبرع الحدودي ديالو اللي يمكن يكون عنده واحد التصور كياخذ هذا المعطى الحدودي ديال هذه المجله. المجال الرابع هو منطقه الشاون والريف الاوسط اللي هي يمكن نقولوا هي اكثر تبررا يعني بالنسبه يعني للبنيه التحتيه، وبالنسبه يعني انها غير مرتبطه بمجالات اخرى بمجالات قلت البنيه التحتيه، ولكن عندها كذلك امكانيات مهمه وهائله يمكن استغلالها للخروج بهذه المنطقه من الوضع اللي كتشتكي منه الان. النجم الخامس هو وزان ثم النجم السادس هو كاين اليوم بحبيب هو اقليم العرائش، واللي كنعتبروه انه اقليم كان يمكن له مازال يمكن له يعني في القريب العاجل يلعب واحد الدور كبير جدا في نظر لتوقعه على يعني واحد الخط واحد لاكس اللي كيربط بين شمال المملكه وجنوبها، انه متواجد على طريق الصيام، انه متواجد على السكه الحديديه السريعه. هذه الامور عنده المياه، عنده البحر، عنده السياحه، عنده الفلاحه. هذا اقليم يستحق احسن، وميمكنلوش إلا بغا يستحق أحسن ويكون عنده أحسن، خصو الناس اللي يسيروه يكونوا أحسن، وحنا شفناكم أحسن ما عندنا جزيرة. الكلمة الجزيرة